أما بالنسبة لأحداث لبنان فهناك أسئلة كثيرة في هذا الباب. طبعا الأمور ظاهرة وبادية، والحمد لله يعني ما كنا نتكلم به منذ سنين، ما نتكلم به منذ سنين يظهر الآن جليا واضحا، يظهر الآن جليا واضحا. يعني مبدأان أساسيان، الأول كل ما اقترب من سلاحنا سنقطع يده، هذه صيحة حسن نصر الرافضة. فحسن نصر ربنا قال كل من يقترب من سلاحنا سنقطع يده، الأول حاجة. الحاجة الثانية، أين موقف إسرائيل وأمريكا؟ أمريكا في العراق لم تحرك أمريكا ساكنة، وأين إسرائيل؟ إسرائيل في الجنوب وعملاؤها في كل مكان لم تصنع شيئا ولم تفعل شيئا. حزب رافضة اجتاح بيروت الغربية كلها في ليلة واحدة، وقتل أكثر من 14 واحد، وجرح العشرات، ودمر مبنى الإذاعة، واستولى على كل الصحف التي تصدر في لبنان، وأسكت كل معارض، وهدد وأرعن وأرقد، ولم يجرؤ أحد أن يتكلم. والذي يتكلم يقول دي شأن داخلي، ده شأن داخلي، هم قولوا في بعض، يا سلام، هذا شأن داخلي. بينما الطائفة المسلمة الفدية عندما قامت لتنتفض لله في بعض المخيمات في لبنان، حاصرها الجيش اللبناني وأخذ يحاصرها عدة أشهر حتى قتلوهم شابا شابا، قتلوهم وسموهم قاعدة لبنان. هم ليسوا لا قاعدة ولا سفح، لا سفح ولا قاعدة. اللي حدث هناك تجاوزات حدثت من قبل الجيش اللبناني مع الحريم والأطفال، وبين ذلك هذا بعض الشباب غيرة وحمية إلا حصل حصروا هذا المخيم وقتلوا كل الشباب الموجودين تحت مسمى القاعدة. وهنا أمريكا تدخلت والصغير تدخلت والمجتمع الدولي كله تدخل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ضد الإرهاب، ومع الحكومة اللبنانية ضد من يزعزع الأمن والاستقرار، وأن دي طائفة مش عارف. وأمريكا بعثت لهم كم طائرة عسكرية، وفرنسا بعثت لهم كم سفينة عسكرية. الله، بينما حزب الرافضة يفتح بيوت الغربية كلها. طب أين الجيش اللبناني؟ الجيش اللبناني اللي منذ سنة أشهر ذبح المسلمين السنة تحت مسمى تنظيم القاعدة في لبنان، ولم يترك شابا واحدا فيهم. أين هذا الجيش الآن؟ الجيش الآن الحريري بيتهم الجيش بأنه جيش سلبي متواطئ مع الرافضة، متواطئ مع حزب الله. قلت لكم من قبل بأن حزب الله وحزب أمل كلاهما وجهان لعملة واحدة، ويحدث هذا الآن. الآن أمل مع حزب الله في خندق واحد، في خندق واحد. الميليشيات الرافضية من الحزبين يشتركان معا في المعركة. فالأمر الآن يعيد الذاكرة الوراء في فترة السبعينات وفترة الثمانينات، الحرب الأهلية الطائفية في لبنان، والتي كان وبالها على المسلمين السنة. حرب عجيبة جدا. المسلمين السنة ممثلين في واحد كان ملازم في الجيش اللبناني كان اسمه أحمد الخطيب. أحمد الخطيب ده كان ده ملازم تحت إيده مثلا يقرب من 500 600 عسكري. اتلاقى كل واحد شويه من الجيش وعمل بهم ايه؟ وعمل بهم ما حاجه لوحده. الدروز اخذوا حته من الجيش، مدرعات ومدفعيه وكده. المارونيين اخذوا حته من الجيش. القنباطريين اخذوا حته من الجيش. الرافضه اخذوا حته من الجيش. وفي حته كده راح الجنوب وعمل الجيش لبنان الجنوبي. قال لك احنا كده هنضيع.
فعمل ايه؟ اخذ حته في الجيش وسمى نفسه جيش لبنان الحره الوطن. وده كان ممثل لاهل السنه اللي حصل تحالف معه الفلسطينيون. الفلسطينيون تحالفوا معه لان فلسطين مين؟ سنه. فالفلسطين تحالفوا مع الملازم اول احمد الخطيب ده. واستطاع السنه ان هم يهزموا الرافضه ويهزموا الدروز ويهزموا النصارى. ليه؟ ابطال، العيال الفراوله ابطال، ما بيخافوش الموت. بيخش اللي عاوز يموت. فهزموا كل الناس كلها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل دخل مكه في 30 او 40 الف جندي سوري تحت ما يسمى دين حفظ الامن والاستقرار في لبنان. وكان المقصود من دخول الجيش السوري هو تصفيه الجيش السوري في لبنان. اول ما دخل الجيش السوري عمل ايه؟ ذبح كل المسلمين السنه في طرابلس. وبعد ما سقط طرابلس راح نزل بعد كده على البقاع وعلى بيروت وبدا ميزان القوى يختل لصالح مين؟ المارونيين والرافضه. وانتصر المسلمون السنه وذبحوا تذبيحا. وتجرأ عليهم اليهود كما تجرأ عليهم كل فصيل عفن في لبنان. وانتهت الحرب الاهليه بعشرات الالاف من قتل اهل السنه. ده الذي حصل في الحرب الاهليه اللبنانيه. فما حدث الان يعتبر محاوله لاظهار الوجه القبيح الرافضي. وحتى تعلموا ايها الاخوه الاحباب ان الرافضه اذا تمكنوا من مجتمع فانهم لن يقبلوا الا باسلام. دول هم الرافضه. الرافضه في اي مجتمع لن يقبلوا الا رساله هذا المجتمع. لاننا في نظر الرافضه كفار. فبالتالي لابد من قتل المرتدين الكفره. ويسبحون اموالنا ودماءنا. وقد اراد الرافضه قبل ذلك عده محاولات حدثت في الاردن ولكنها تم اسقاطها. وهناك محاوله خطيره حدثت في شرق السعوديه ولكن ايضا تم اسقاطها. فالرافضه يريدون نشر مذهبهم. فما يحدث في لبنان الان ينبغي الا يضر الا وان ناخذ منه العبره. لا ينبغي ان نصدقهم وينبغي ان نزداد ثباتا على منهجنا وان نزداد يقينا في باطلهم وان يزداد ضغطنا لحزب الشيطان الذي منهم حزب الرافضه. اللهم استعان.